السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نقدر نفتح جهاز لينوفو ليجن واي 530 ونزود الرامات بتاعته. بنفك المسامير من الظهر عادي جدا ونشيلها بمفك فيه جزء مغناطيسي. يفضل إن احنا نحطها على ورقة زي ما احنا شلناها بالظبط، بحيث نعرف كل مسمار شلناه نقدر نرجعه في مكانه تاني بإذن الله لما نيجي نقفل الجهاز. بنجيب أي حاجة بلاستيك حادة شوية طرفها رفيع ونحطها في الفتحة اللي هي ما بين الغطا وجسم الجهاز، بحيث ان احنا نفك كليبسات البلاستيك. اما الكليبسات البلاستيك تتفك هتسمع الصوت بتاعها. ده منظر الجهاز لما بيتفتح، ده الهارد ديسك الساتا، ده الهارد ديسك الاس اس دي، وده المكان اللي بيتحط فيه الرام. طبعا هو متغطي بغطا ستانلس او معدن. الموديل ده بيجي فيه 16 جيجا رامات على هيئة موديول واحدة، ففي مكان تاني فاضي نقدر نركب فيه 16 جيجا تانيين. فده منظر الرام 16 جيجا. الرامة ما ينفعش تركب غلط لأن بيبقى فيها نوتش وجزء أقصر من جزء تاني، فهنحط الرامة نزحلقها في مكانها وبعد كده نضغط عليها جامد. أما نسمع صوت الكليبس معنى كده إن هي دخلت مظبوط. نرجع الغطا تاني ان احنا نحازي اماكن الكليبسات ونضغط عليه نسمع التكة، يبقى كده هو ركب في مكانه مظبوط. نحط الغطا بتاع اللابتوب تاني البلاستيك، نبتدي نضغط عليه جامد لغاية ما نسمع صوت الكليبسات البلاستيك، معنى كده ان الدنيا بقت تمام. نرجع المسامير مكانها بالمفك اللي فيه مغناطيس، نربط كل حاجة. وانت حابب بقى ان انت تربط المسامير كلها الاول، او حابب تفتح الجهاز وتتأكد ان الدنيا شغالة تمام عشان ما ترجعش تفكها تاني، دي حاجة ترجع لك. بعد ما خلصنا ربط المسامير هبتدي ان انا اقلب اللابتوب، اشيك على كل البلاستيك ان هو داخل في مكانه مظبوط. لو مفيش اضغط عليه واسمع تكة الكليبسات زي ما قلنا، افتح اللابتوب وابتدي اعمل تشيك على الويندوز اوبريتنج سيستم، هل هو قاري 16 جيجا ولا 32. هنلاقي ان هو زي ما احنا شايفين ارى ال 32 جيجا، والحمد لله معنى كده ان الرامات ركبت مظبوط وكله شغال. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.